ليلى الشابي في برنامج السهرية. تحية لعبد الرزاق الشابي. لطف علي نتزوج بشيخ متدين. علاش يا اخي بالشقر عليا باش نموت؟ شن نعمل بيه؟ نحب الراجل نلعب معاه شكلي شكلا. كل واحد يقول لي ساعه جو بارتاج ولا جينيور. سفيان جينيور. جينيور 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 جينيور. علاش كلكم جينيور؟ شكون قالها لي مثلا الشيخ متدين ما لعبش شكلي شكلا في الدار ينجم؟ ايه قد يكون لوجيك هو حريه هذيك في داره في داره يلعب شكلك شكلك والله ينجم يلعب شكلي شكلها في الشارع شنو يلعب؟ ينجم يلعب هذيك شو اسمها كل عنده خوا كاري؟ لا شو اسمها؟ الناقطه هكا الناقطه ناقو صرفقات صرفقو يلعب هكا الكاري هو وياها يلعب غميثه. شنو هو شكلي شكلها؟ انا في كوجينه غميثه شكلي شكلها. لا 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 العبوا شكلي شكلها. ايش اعمل هكا شكلي شكلي يا وليد ما لعبتش وانت صغير شكلي 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 لحظه بلاي لحظه خلي سفيان هكا شكلي شكلها عندها رونق. انا شرح لي صوابعي شكلي لا 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 فاتوم صرخه يا مطران كملوا الجمعه هذه الحاكم كان سفيان مطران كان سفيان جاي الجمعة جاي تلقاه في بلاصة بليلة فمليه الدنيا لا تلقاه ناس كل هنا واحد هاي سفيان لا تلقاه في قلب بيت سفيان هادي التصريح ليلى الشابي عادي تفدليكها جوها معناتها شكون يحب مطران هو عادي انا نحبها ليلى الشابي ونحب تحبها دونك باش تشكرها ماكش موضوعي نحب تصريحاتها ونحب الواحد نتاعها قول جينيور إيه لا 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 التصريح هذا ما يعنينيش معناه أنا شنو نقصد جينيور ما يعنينيش معناه ما يهمنيش مش معناه مشكلة هامة جدا لكن هي معروفة بالتصريحات هذه وليلى الشابي راهو سياسيا كي تحكي في السياسة باهي واضح يلا نمشي ولا تقدم في ساعة جو بارتاج جينيور ثريا العمري كان فما فلاح نحب نصور له الرحبة وبعد يعطيني علوش مرحبا بيه بعد الحلقة صرحت لي بسبب التفاعلات هذه كلموني زوز فلاحة وتفهمت مع واحد باش يعطيني زوز علاش نعطيه في التصريحات اللي جلبت الاهتمام الكل جو بارتاج جينيور غلا سفيان جينيور 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 جو بارتاج صافي فريمون انت لازمك انيوري لا 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 شو شو جينيور طب نعطيش رأي علاش تعلقوا علاش علاش انتم عندكم عنف في التعامل مع بعضكم جينا هيك نحسها كلها عنف انا اعطيت رأي معناتها لا لا هو جو بارتاج هي جينيور يحترموا بعض معناها تغش منه قول لي عجبي اي فسر لي شنو اللي غشك انت جينيور سامحني هو فما كلام ممكن يكون خارج شوي ما اتحمله مسؤوليته كاملة ثريا العمري عندك بلاتفورم اللي هي الانستغرام تخدم عليها تبيع فيها في عندك كونتوني تعمل فيه من الاول بديت بصغيراتك سيتي محليه لو كونتوني بعد كبروا صغار tu n'as plus trouvé de contenu je comprends انت موجوده في منبر اعلامي في نقولوا احنا سوبور ميدياتيك لازمك تحترمه انك تقول ان نصور له رحبه باش يعطيني زوز علالش لهنا سامحوني في الكلمه تقولوها لاولاد انتم كيف هذه تجحيف اسمه تتجحف في زوز علالش بالانستغرام ولا يقولوا في انستغرامك كيف بمشي بيك ليش لحظه في انستغرام في انستغرام قول اللي تحب انت كيما يمشي بليش كيما علوش باش ياكل بليش داخل الحم هذيك قولوا في سيبورك تليفونك انستغرامك تجي في اذاعه في بلاتو مباشر وتقول سي كو لو ميساج اللي تحب تعديه تفضلك قالت لي ليه انت سامحني كيفاش تفضلك من بعد تقول تهبط من بعد ريبليك اخرى وتقول صار التفاعل وفوقيت فما شكون فلاح باش يعطيني زوز علاش سي كو لو ميساج كو تو باسي للصغار والعبيد عملوا بي في انستغرام سامحني انت في اذاعه انت في اذاعه تجي تقول حاجه كيف من هكا محمد الخميسي بالحق هو زميل وصديق يعني نستغرب انا كيفاش انا با ميتريزي سون بلاتو قلت في اللايف سامحني يتكلم لا وفي اللايف عاودت قالتها من غدوه اللي هي جيبوا لها هي ما علاش فقط سوبر سوبر ميدياتيك علاش علاش كانوا اول مره سمعت حاجه هكا انت لا اول زوز علاش انت غيره منها باردون ناس قد معنى غير من جدك تحكي ولا بلا ناس لا سؤال والله يرضى عليه الشفاء ما نحبش نتيح للميديوكريتي هذيك نتاع غير منها وتغير مني مانيش غادي جمله صافي فما شكون ساندويتش يعمل عليه راحيت في انستغرام ومش في مش في راديو
في انستغرام وكل اللي تحب. هي ضيفة، هي كرونيكوز، هي كرونيكوز مستوى معين نتاع حديث نتاع هي انستغرامرز كرونيكوز هي كرونيكوز انستغرامرز هي اما راك في راديو حبيت تسمع فيك دونك عندك حاجه كيف ما هكا تنجم تستغل المنصه نتاعك اللي هي انت تقبلهم امورك حاجه تخصك ابخي تو سي طون تليفون و طون انستغرام بيدك جينيور قلت جينيور علاش هو اول حاجه هي الاضحيه هي لله قبل كل شيء اذا كان انت قادر باش تضحي تنجم معناتها قادر باش تشري العلوش تضحي وتقدمه هو هديه لله اذا كان مش قادر ربي ماهوش باش يحاسبك وما نستناوش في الانستغرام معناتها ولينا نصوروا في الانستغرام ونستناو في الانستغرام باش يخلينا نوليو ناخذوا كادو على خاطر انا صورت نولي ناخذ كادو علوش هكا هو هكا انا جونيور لا مبدا ولا فيك ما يتصلح شخصيه سفيان بالحق بعد كلامها تنجم تقول حاجه تفضل انا مع وصال انا الكلام الكلام الرديم اي سي فري انه العلوش ماهوش واجب معناتها عندك امكانيات تشري ما عندكش ما تشريش بالضبط اي اي ما تمشيش الفلاح راهو نجم في عوض انت كما قالت بمنطق انا باش نجي نصور لك القريشه فهمتي ولا وانت تعطيني علوش ولا اثنين بصراحه ما لها حاجه إذا كلمك فلاح سفيان فور اكزومبل يبدا هيك مغروم بيك ويحبك ويقول لك سفيان عديد الفلاح لحظة يقول لك إذا نصوروا فيديو باش نذبح لك على الوجه بحذايا نذبح لك على الليش خلي كمل مش نذبح لك في إطار أنا بيعرضونا فيديو يقول لك إذا نذبح لك نفرح بيك لا لا افهم شو يقول لك يجي يقول لك بيريود توا عيد الكوز دغري محبوب وكذا اعمل لي خويا فازا بيبليستي البس دنجري والبس فهمني ولا وكابوس وجا نعملوا فازا يعني مش حاب نصورها باش نهبطها للرحبه نتاعي نعمل بها اشهار وتاخو علوش المقابل ولا تاخو الزملي انت تمشي ولا يلا نعملوا ليش بلاش نعمل تمشي بيع هذيك اش عملت هي ثريا يلا على ليش على يا زوالي اجا وراها انت العلوش ايش انت على ليش وانت العلوش وراها على ليش يا زوالي عند عمك عمر شوف العلوش على عينيك شوف العلوش على عينيك صغير شوف حتى والعقولية والعقولية واللحمة شوف شوف اللحمة وقليل تربية بيه دونك حدث الاسبوع باش نخرج لكم ومطران باش نعطيك تحكي تو فرد مره اسعار الاضاحي تتجاوز 1500 دينار هذا العام فما شكون صرح فما شكون قال لي راهو الاسعار بين 600 1500 كالعاده 65% من العائلات التونسيه قال لك ما شراوش العيد اللي فات علوش والناس تحكي على اسعار اضاحي تفوت زوز ملايين كل واحد كيفاش كيفاش يحكي مطران اربط الحكايه نتاع هذاك شنو تحب تقول باسعار الاضاحي والله نوفل تو منذ سنوات بعد الثوره كان سعر العلوش حي اقل من 5000 فجاه وصلنا تو 18000 واش وقبل باش يزيد معنا والعلوش كان ما يفوتش 300000 كان علوش دوبل ب 300000 اصبح العلوش ما قل معناها علوش كبير عروم عروم بوس علوش مرمرم علوش مرمرم وكان تحب أقول لكم الكلمة الأخرى ولا ما نقولهاش لا به فما علوش مرمرم وعلوش صغير معناها ب 300 ألف احنا تولينا نشوف في علوش ب 600 و700 و800 و900 ووصل حتى المليون ونص أنا باهت التوى شنو معناها علوش بمليون ونص باهت قداش بشي طايح الحم شنو فيه علاش مليون ونص؟ يقولوا عدة أسباب منها العلف أنت كدولة نرخص في العلف موريت وأنا بمليون ونص ولا أنا نرخص نجد حلول نجيب علالش من برا نرشد السوق ما نخليش يرتفع أنا وقت اللي يحكيوا لي كي نقف في كيوسك باش نصب ليسانس اللي يخدم في الكيوسك هذوك العمل متاع الكيوسك البريمة فيهم ياخذ 560 دينار 600 دينار اللي يخدموا في لي ماغازان كيف كيف 560 دينار والبعض عنده زوز وثلاثة صغار كيفاش باش يشري علوش ب 600 و700 ومليون ونص كيفاش نهار اللي باش يشري علوش وتقول والله هو رخيص علوش ب 600 الف هو باش تولي له 600 الف مشكله كل فرنك بمشكله لانه الاسعار غاليه برشا والدوله ما دخلتش فمش كون ياخذ قرض
وفما شكون ياخذ قرض، هذاك مشكله اخرى. شو معناه ياخذ قرض على علوش؟ شو معناه ياخذ يفرح ولاده؟ كيفاش باش يفرحهم قرض في حومه يتمقروا عليهم وينقص عليهم وينقص حياته على خاطر ولاده ينقص؟ فما اللي ياخذ قرض باش يقري تيوت، فما اللي ياخذ قرض باش يعمل الحضاريه نتاع دوله تحترم مواطنيها وتحب تفرح الناس الكل. انا نشري علوش بمليون كدوله ونبيعه للناس ب 500 دينار ونبيعه ب 300 دينار، نحب نفرح الناس. وصارت في دول راهو يا نوفل كي تقول لي الحاجات هذيا انا نتنرفز. علاش الدول في الفرحات الكبرى يضعفوا الشهريه نتاع الموظفين نتاعها نتاع المواطنين نتاعها باش يعيشوا سعداء في اللحظه هذيك في رمضان وغيره؟ التجار حاطين ربي في بالهم يخفضوا بنسبه 90%، احنا من توا يخرجوا في الاشاعات هاو العلوش باش يولي بزوز ملايين، هاو بمليون ونص، باش انت ما تتفاجئش نهار اللي يوصل العيد باش تشريه بمليون ونص. وعلاش تشري علوش بمليون ونص؟ انا مش عارف. ما نشريش. ما تشريش بمليون ونص. حتى قلت لك 600,000 راه عندك انت سميق ولا شنو الاجر الادنى يلزم العلوش تحت الاجر الادنى. قبل احنا عندنا قانون حتى كي تكري دار يا سي بلال ولاني دخلت حاجه في حاجه يلزم 40% من شهريتك باش تنجم تعيش. تو تاخذ 500,000 تكري دار ب 700,000. شنو فين وصلنا؟ لا تنجم تعمل دار، لا تشري كهرباء، لا تشري علوش. إيه فين وصلنا؟ فين ماشيين يا نوفل؟ راهو هززنا الطيار واحنا قاعدين نضحكوا ونفدلكوا الى اخره. ثم يلزم تخطط الدوله. احنا تو عندنا سنوات ما عادش فما مخطط. نخطوا للعام الجاي العلوش العام الجاي من توا نبدا باش نرشد الامور ونجيب العلالش وكل مره نجيب كونفه نتاع علالش باش الاسعار ما توليش. كيلو العلوش فات 50,000. شنو معناها 50,000؟ شنو معناها 50,000 وانت قاعد تتفرج؟ شنو معناها 50,000 علوش؟ كيلو لحم ب 50,000 شنو معناها؟ واحد عنده 4 ولا 5 صغار ياكلهم في نهار؟ فما ناس ما تاكلش اللحم يا نوفل، راهو شيء كبير. انت تحكي على صحه المواطن وعقله السليم في الجسم السليم، باش يولي سليم اذا ما ياكلش الزيت والدقله والحليب واللحم؟ كيفاش باش يولي سليم؟ هيك علاش احنا الشعب نتاعنا ولا مهلهل؟ الناس الكل صحيا مرضى، صدقني يا نوفل تشوف الناس مرضى. احنا معدل عمارنا ما عادش 60، اقل من 60، الا تجي جلطه ولا يجي يمرض كذا ولا يطيح يموت. علاش؟ خاطر ما يتغذاش جيدا. يلزم نفكروا في المواطن وناخذوه هو جنين في كرش امه، نوكلوا لهم بالقدا الجنين رعايه صحيه بالقدا. فاش قاعدين نعملوا احنا؟ فاش قاعدين نعملوا؟ يا سي ماتران، يا سي ماتران، تو العلوش ما هو اركب على العلف، لا علف غالي، لا علف غالي. الحوت القاروس تباع ب 110 على البسكوله، كان علفوا فيه في البحر. شنو هو؟ قديش؟ والله تباع ليله الفتره الاخيره نتاع العيد 110 على البسكوله. شتم ولد بحر كيفاش؟ احنا نوكلوا فيه في البحر؟ والله ما نعرف نعلفوا فيه، اذا تعرف نجيبوا له العلف من برا. راهو ايش نقول لك؟ شيء تو كلامك معقوله، ما زلت نسمع الاراء الكل.